شيخنا الحجازي في كتاب من كتب الوالد سيد موسى هاشم احمد الرفاعي وزيناب شيخ طريق الرفاع الصوفيه ما له عنوان سبحان الله. فبفتح انا فتحت صفحه وبقرا منه. سيدي المحروس تحليتك خلينا نقرا شويه يمكن نوصل معلومه. وعليكم السلام. يقول اللهم وقوله وهو 27 اعلم انه قد ورد صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده ب25 جزءا في لفظ ب27 درجة، والمراد بالجزء والدرجة الصلاة، وجمع بين الحديثين حتى لا يتنافيا بأن الجزء أكبر من الدرجة، أو بأن الله أخبر نبيه أولا بالقليل ثم تفضل بالزيادة فأخبر بها ثانيا. واستفاد من الحديث أن صلاة جماعة ب28 صلاة ب20 صلاة واحدة كصلاة الفرد و27 لفضيلة الجماعة، وعلى رواية 27. وقوله وهذا إذا فاته بقيتها. نعم شوف احيانا الجزء يضاف الى الكل صح، فيبقى العدد متكامل. زي ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الغار 6 أشهر قبل ان يوحى اليه صح، 6 أشهر كام من السنة؟ نصف سنة صح. كويس. طيب لما جاء الرؤية السابقة من 46 جزء من النبوة، جزء من 46 جزء من النبوة، يبقى ليش قال 46 جزء من 46؟ لأنه أوحي إليه كام؟ 2 أوحي إليه 10 سنوات 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة. لما تقسمهم أجزاء أنصاف 23 في نص البكتاب 46، يبقى الرؤية مالها 23 في نص 46، يبقى الرؤية السابقة جزء من الوحي. الوحي كان 23 يقظة. طيب وهو دخل 6 أشهر قبلها، يبقى معناها انه 46 سوى جبتها كده او كده. نعم شكرا سيدي.